تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء منافذ السلع الغذائية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بمنطقة الطور الجديدة، وقد كلف رؤساء المدن بمتابعة المنافذ والمعارض لضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. يأتي هذا في إطار جهود الحد من غلاء الأسعار والقضاء على احتكار التجار وإتاحة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون. جهود تبذلها الجهات التنفيذية في المحافظات المختلفة للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. تماشيا مع هذه الجهود يجيء تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمنفذ دلتا للسلع الغذائية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بمنطقة الطور الجديدة، وذلك في إطار متابعة المنافذ والمعارض لضمان توافر السلع لمواطني المحافظة بكمية مناسبة. جميع انواع الزيوت موجوده عندنا يا فندم. هنا الحمد لله الارز ب 14.5، عندنا السكر ب 14.5، عندنا الدي ب 18، عندنا الحمد لله الدواجن كيلو 100 ب 68.25. اللحمه النهارده ان شاء الله باذن الله هتبقى حاجه ب 220 جنيه، لحم بقري مذبوح هنا في مجزر الطور، وان شاء الله باذن الله الناس تلاقي كل المنتجات ان شاء الله، السلع التموينيه والخضروات والفاكهه. منافذ دلتا للسلع الغذائية مع غيرها من معارض أهلا رمضان المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية توفر احتياجات المواطنين المختلفة من السكر والأرز والزيت والدقيق بأسعار تنافسية تقل كثيرا عن مثيلاتها في الأسواق. أنا النهاردة سعيد جدا لما لمسته من المواطنين من حرصهم على الإيثار في أخذ المواد الغذائية بأسعار مخفضة، كل واحد بقى يسعى لأخيه إن كل الناس تاخد هذه السلع، وفي حب وفي انتماء للبلد بتاعتنا. ولضمان توافر السلع بشكل مستمر يتم مد هذه المعارض بشكل يومي بعشرات الأطنان من السلع المختلفة، ولضمان حصول الأسر غير القادرة على ما تحتاجه من سلع ولحوم فإنه يتم بجنوب سيناء توزيع كوبونات على هذه الأسر تمكنها من شراء ما تحتاجه من هذه المعارض. البون ب 300 جنيه تروح تشتري بيه احتياجاتك من السوبر ماركتات، تمام، دلتا وجمعيتي وكلام من ده كله، هتلاقي في الدون مكتوب عليه من ورا كده تروح تصرفه منين؟ 300 جنيه تروح تصرف بيها بضاعه، مش تاخده فلوس، تصرف بيها بقى رز وسكر وزيت وحاجات منه. معارض متعدده تقام في اطار الجهود المبذوله في المحافظات كافه تسعى لدعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم من مختلف السلع بأسعار مناسبة. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.